يعرف بابلو بيكاسو بكونه فناناً إسبانياً اشتهر في النصف الأول من القرن العشرين. تمكن من عمل مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية المتنوعة التي اكتسبت شهرة واسعة، فقد كان رساماً ونحاتاً وشاعراً، كما ضلع في مجال صناعة الخزف والطباعة، وإليه يعود الفضل في إحداث تطوير في الرمزية والسوريالية. وقد تأثرت أعماله بشكل رئيسي بالفن التكعيبي وبأسلوب الرسام الشهير جورج براك. كان أكثر ما يميزه سعيه للبحث عن طرق مبتكرة لتمثيل العالم وتنوعه في استخدام المواد والتقنية الفنية المختلفة، ما جعله واحداً من أكثر الفنانين ابتكاراً على مر العصور. ولد الفنان بابلو بيكاسو في مدينة مالقا الإسبانية في 25 من شهر تشرين الأول عام 1881 ميلادية، وقد نشأ في ظل أسرة فنية، إذ كان والده رساماً رأى في ابنه موهبة مميزة، فكان أول معلم فني له. اهتم بموهبته وتعليمه، فأخذه في رحلة إلى مدينة مدريد لرؤية الأعمال الفنية لأعظم فناني إسبانيا القديمة. وحين بلغ 11 من عمره بدأ دراسته للفن. مرت حياة بابلو بيكاسو الفنية بعدة فترات، لكل منها طابعها الخاص، وهي كما يلي. الفترة الزرقاء، بدأت هذه المرحلة في أواخر سنوات مراهقته، وذلك عام 1901، واستمرت حتى عام 1904 ميلادية. وفي هذه الفترة ساد في لوحاته طابع الظلمة والحزن، فقد خلف انتحار صديقه المقرب كارلوس كاساجيماس أثراً بالغاً في نفسه، إضافة إلى الاضطرابات العاطفية التي مر بها والعوز المالي الذي كان يعاني منه. تميزت لوحات بيكاسو في هذه الفترة بكونها لوحات أحادية اللون، تظهر فيها الخطوط الداكنة والسميكة، وتهيمن عليها الظلال المختلفة باللونين الأزرق والأزرق المخضر، كما يغلب عليها طابع الكآبة والحزن كاللوحات الرمزية التي ظهرت في كل مكان من إسبانيا وفرنسا، لعل أشهرها لوحة المأساة، والتي تظهر ثلاث شخصيات شديدي النحافة وبقامات طويلة بشكل ملفت تقف على شاطئ فارغ، إضافة إلى لوحة البورتريه التي رسمها لنفسه والتي تظهره كشخص أكبر بكثير من عمره الواقعي، البالغ آنذاك 20 عاماً. بدأت الفترة الوردية في حياة بابلو بيكاسو عام 1904 وانتهت بحلول عام 1906 ميلادية. تميزت اللوحات في هذه الفترة باستخدام ألوان أكثر إشراقاً كاللون الوردي والأحمر والبني. أما المواضيع التي ركزت عليها فقد كانت مرتبطة بمهرجي وبهلوانات السيرك، إذ كانت تظهرهم بصورة هادئة وغير مألوفة، خالية من الاستعراضات الفنية، لذا يطلق على هذه الفترة أيضاً فترة السيرك. ومن الأسباب التي دعت إلى ظهور هذه الفترة في حياة بيكاسو الفنية تأثره بعالم السيرك، حيث شعر بترابط مع مؤديي الفنون في السيرك لكونه يشبههم في غربتهم وتقديمهم للفن. ومن لوحاته الشهيرة في هذه الفترة لوحة عائلة سالتيمبانك التي رسمها عام 1905 ميلادية. بدأت المرحلة التكعيبية بعدما التقى بيكاسو بالرسام الشهير جورج براك عام 1906 ميلادية،
حيث بدأت الأشكال في لوحاته تبدو أكثر عمقاً وغموضاً، واتجهت لوحاته نحو الفن التكعيبي، وهو أسلوب يهتم بدراسة الأشياء وتحليلها وإظهارها بصورتها المجردة. وتتضمن هذه العملية مرحلتين، هما التحليل ثم التركيب. وفي هذه المرحلة كان بيكاسو يعتقد بأن العمل الفني حتى يكون قيماً فهو غير مقتصر على إظهار صورة الواقع فقط، كما كان مقتنعاً بأن الصور تمتلك أكثر من جانب. ومن أهم أعمال بيكاسو في المرحلة التكعيبية لوحة ثلاث موسيقيين التي أتمها عام 1921 ميلادية، وتمكن بالتعاون مع جورج براك من استحداث العديد من التقنيات الفنية الجديدة، من أهمها تقنية الكولاج أو ما يسمى بالفن التلصيقي. توجه بيكاسو في فترة من حياته للعمل في إنتاج الباليه والمسرح، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. فقد طغى الطابع الكلاسيكي على أعماله، فأصبح مهتماً بإظهار الإنسان بأسلوب كلاسيكي جديد، كما ركز على الشخصيات وأعطاها معناً فريداً بها. وقد ظهرت لوحاته بطابع محافظ مرتبط بفترة اجتماعية كانت شائعة في فترة العشرينيات من القرن الماضي، والتي أطلق عليها اسم العودة إلى النظام. وفي عام 1925 ميلادية أصبحت أعماله متأثرة بالحركة السوريالية، وأصبحت ذات طابع تعبيري وعنيف وشهواني. ويعتقد بأن هذه المرحلة من حياته الفنية تأثرت بشكل جلي بسبب انفصاله عن زوجته الأولى أولغا خوخولوفا، وبدء علاقة جديدة مع ماري تيريز والتر، حيث ربط بعض النقاد تغير أسلوب بيكاسو في رسم لوحاته بتغيير في علاقاته الرومانسية. أوجدت أعمال بيكاسو في مجال التكعيبية الحديثة مجموعة من القضايا التصويرية وبعض الأدوات والمناهج الجديدة التي استمرت حتى خمسينيات القرن العشرين. وبعد وفاته وجد بحوزته العديد من لوحاته الفنية، فقد كان يحتفظ بلوحاته التي لا يحتاج لبيعها، كما وجد بحوزته العديد من الأعمال الفنية لبعض الفنانين المشهورين المعاصرين له مثل هنري ماتيس. ومن الأماكن التي تعرض لوحات بيكاسو متحف بيكاسو في باريس، والذي حصل على اللوحات بعد وفاته، ومتحف بيكاسو ملقا الذي افتتح عام 2003 ميلادية في مسقط رأسه في مدينة ملقا الإسبانية. إنجازات بابلو بيكاسو. لوحة غورنيكا، رسم بابلو بيكاسو لوحة غورنيكا عام 1937 ميلادية بعد تفجير قرية غورنيكا الواقعة في إقليم الباسك خلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 1937 ميلادية. كما قد عمد إلى إظهار لوحته بالألوان الأبيض والأسود والرمادي، حيث جعل منها عملا تذكاريا خاصا للألم والمعاناة. ويجدر الذكر بأن بيكاسو قد استغرق في إنجازها مدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع، وهي موجودة اليوم في متحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في مدينة مدريد. المرأة الباكية. تعد لوحة المرأة الباكية واحدة من أقوى الأعمال الفنية لبيكاسو، فهي تظهر أهوال الحرب الأهلية، وقد رسمها بيكاسو بعد لوحة غورنيكا ذات العام.
آنسات إفينيون. يرجع النمط المتبع في لوحة آنسات إفينيون إلى المراحل الأولى من الفترة التكعيبية، والتي اعتمد فيها على تجسيد الرسومات بالأشكال الهندسية، وقد اتسمت اللوحة بأهميتها وطول مدة إنجازها، حيث استغرق إتمامها 9 شهور، علماً أن هذه اللوحة رسمت عام 1907 ميلادية، وجسدت رسماً ل5 شابات في هيئة مشوهة، متحدياً بها بيكاسو الاهتمام بالصورة الجمالية السائدة للمرأة، وهي اليوم معلقة في متحف الفن الحديث في نيويورك. مجسم الجيتار. تم صنع هذا المجسم الهندسي في الفترة التكعيبية عام 1912، وقد استخدم لإنجازه مواد فنية غير تقليدية، وهي ورق مقوى وسلسلة وخيوط وأسلاك مطلية. يعرض هذا العمل الفني اليوم في متحف الفن الحديث في نيويورك. ثلاث نساء في الربيع. تتميز لوحة ثلاث نساء في الربيع بطابعها الكلاسيكي، وقد تم إنجازها عام 1921، واليوم تعرض في متحف الفن الحديث في نيويورك. عازف القيصار المسن. تعد لوحة عازف القيثار المسن مثالاً على لوحات بيكاسو في الفترة الزرقاء التي تعبر عن المعاناة الإنسانية، فقد جاءت فكرة اللوحة بعد موت صديقه المقرب منتحراً، وقد بدأ العمل عليها عام 1903 ميلادية، وانتهى منها في العام التالي. لوحة فتاة أمام المرآة. تظهر لوحة فتاة أمام المرآة الجانب الرومانسي من بيكاسو، والتي تعرض موضوعا عاطفيا خاصا ببيكاسو، وهي زوجته ماري تيريز والتر. كما تعد هذه اللوحة من الأمثلة على مذهب التكعيبية في الرسم، حيث تؤكد هذه اللوحة المرسومة على قماش بشكل جميل قدرة بيكاسو الفريدة في وصف وتصوير مذهب التكعيبية في مثل هذه القطعة الرائعة. كما تم تفسير هذه اللوحة بتفسيرات مختلفة، أهمها اختلاف نظرة بيكاسو لزوجته عن نظرتها هي لنفسها. لوحة الحياة. تعد لوحة الحياة من أهم اللوحات الفنية التي قام بها بيكاسو خلال الفترة ما بين عامي 1901 ميلادية و 1904 ميلادية، حيث تعرف هذه الفترة القصيرة بأنها من أفضل الفترات التي أنتج فيها بيكاسو بعضا من أفضل أعماله، بما في ذلك لوحة الحياة التي تم رسمها في برشلونة. كما يطغى على هذه اللوحة الألوان الزرقاء، وتظهر نوعا من الشعور بالاكتئاب، وهو تصور دقيق لمزاج بيكاسو في ذلك الوقت. يعد بابلو بيكاسو أحد أكثر الفنانين شهرة في القرن العشرين، فقد أحدث تأثيرا كبيرا خلال حياته، وصنف فنه بأنه فن متحرر من قيود الماضي، وذلك بفضل رؤيته المتفردة للحداثة، والتي استطاع من خلالها أن يتوصل لأسلوب فني جديد، إذ لم يكن مقيدا بحدود أسلوبية معينة كبعض الفنانين المشهورين آنذاك مثل هنري ماتياس وجورج براك، ما جعله معرضا للانتقاد وسوء الفهم. إلا أنه وفي ثمانينيات القرن الماضي حظيت لوحاته بالتقدير والاهتمام، وأحدثت تأثيرا كبيرا على الفنانين الصاعدين وقت ذاك.